السلام عليكم متابعي قناة حلويات أم هدى. اليوم غادي نحضر لكم حلوة من حلويات العيد، حلوة بدون فرن. إلى عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة باش توصلوا بكل جديد. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بسم الله، نبدأ على بركة الله. كنحتاج إلى 250 غرام من الجوز الهند أو الكوك، 740 غرام من الحليب المركز والمحلى أو نسلي، 65 غرام من الشوكولاتة السوداء، 100 غرام من الكوك أو جوز الهند للتزيين. نبدأ بسم الله. كناخذ الكوك كنوضعه في الإناء، كناخذ الحليب المركز، كنجمعوا الخليط جيدا، نحصلوا على عجينة متماسكة. هنا من بعد ما جمعت الخليط ديالي جيدا على هذا الشكل، فتحت لي كيسات ديالي او الكؤوس الورقية ودرت تشكيلات دائرية على هذا الشكل. دابا غادي نمرروها في الكوك او جوز الهند بهذا الشكل، وغادي نوضع الكؤوس الورقية ونضغط بهذا الشكل في الوسط غير شوية باش غادي نزين تماك بالشكلات. غندير وحدة اخرى بهذا الشكل باش كيلصق فيه ديك الكوك جيدا. ندير وحدة اخرى، هذا الشكل، هذا الشكل، حتى نكمل الكمية كاملة اللي عندي. بعد ما كملت الكمية الحلوة اللي عندي، دابا غادي نمر للتزيين. ذوبت الشوكولاتة السوداء وضعت فيها ملعقة من الزيت. دابا غادي نبقاو نديرو في ديك الحفيرة شوية الشكلاط نقيطة على هذا الشكل. بالنسبه لهاد الطوال غادي نوضعوا خطوط على هذا الشكل حتى نكملوا الكميه كامله اللي عندي. هذا هو الشكل النهائي للحلويات الكوك اللي حضرت معكم اليوم. الى عجبتكم الوصفه اشتركوا في القناه باش توصلوا بكل جديد، والسلام عليكم.